السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. مانا تقول الجيغة بانغال إمورد إغمينال غمينال هدي رورك والله هدي نتنك يوم. نعم الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب. مانا غمينال هدي روري نماري دارني جتاتي. الأول العلم أن تؤمن أن الله عالم كل شيء ولا أخفى عليه شيء. أرون أن جاء قبل نقول له الدرارة في اللي تأونما الله وأندي كلهود. الثاني الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة فكل شيء مكتوب. دمون أن قبل نقول له الدرارة في اللي تا في بأونما الله ويندي كلهود ويامري كلام نقول يوم ويندو نقول ويندي كلهود. الثالث المشيئة. أن للعبد مشيئة وإرادة تقول أنا بعد الدرس أريد أذهب إلى الحرم مثلا أصلي شاء الله أن تذهب تذهب شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب تمون أن يقوم نقول إنه قال هو قوم إنه هو درارة وني هاجي الله من الله هاجي إنه هذا سيد إمون أن جاره نمر كنيم كاري هاجي ماكو معناه هموابي ودهون إمور نبلا ماكو هم أشدوا واي هو أشدهون كذي إمور نبلا ماكو حقوتو علاقه فرصة مهون ده. الرابع أعمال العباد مخلوقة كالعباد. ما نايبون نقول نقول هو درار عنده وإنما قول لجياريهم جيارهم دونكو تابو الله ورد تابو الله سبحانه وتعالى نو. ماذا أصنع؟ جون نسيت وأنا عندي إنه جون كون أودا ما جيارهم. أؤمن بهذه المراتب الأربعة. إيه ما جت نايفو قوم إن الله مقوم إن يفو مجي. أحسن الظن في الله في أن الله اختارني بأن أكون من أهل السعادة نسأل الله من فضل الجميع. جون إما فلتا قم إلى وندم الله سبحانه وتعالى وسوب كما وديما إما وديم بمؤيبة ترى الله سبحانه وتعالى بعد أن تمبر الماكونغ. ولا أسلك طريق الشقاء. من جوك تعالى والب مالك سابق. وأدعو الله سبحانه وتعالى جنبني هذا الطريق وأن يوفقني إلى سلوك الطريق المستقيم. ترى الله سبحانه وتعالى أن وأنت عندما لا والمالك سابق. وأعمل بعمل أهل السعادة أسأل الله يجعلني منهم والله أعلم. أن أنتم ينتاد إن قل الله وإن أنتم إجا قبيتهم هندم ودا لا والقوم إن قل بين مال بقول بقول تموجين قل جوكا إن قل لا يعني كذي. والله أعلم.